ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني